حياتي بدأت في الرياضة كانت صدفة جدا عادية خالص. كنت مشاركة في بطولة تبع الجامعات، كنت راحة مشاركة عادية، مش معرفش ان ذوي الاعاقة اصلا لهم بطولات، فشاركت وكده. ففاجئت اصلا ان احنا لنا بطولات وكده، فكنت بلعب مع الاسوياء وكده، فان انا كسبت الاسوياء يومها اصلا انا ما كنتش اعرف ان احنا اصلا لنا بطولات. فبعد كده لجنة الحكام هي اللي قالت لي توجهي للاتحاد بتاعكم وانتوا تقول لكم بطولات وكده. الاول ما كنتش حابه اللعبه، كنت خايفه منها شويه وكنت متعقده منها شويه. فلما رحت للكابتن بتاع الكابتن محمد توما، هو اللي حببني في اللعبه ديت وهو اللي خلاني استمر فيها. الحاجه اللي متمناها يعني ان انا مش اصنع بطل واحد او اثنين، اصنع ابطال كتير ونوصل اول والاخير طبعا، يعني اول حاجه وهي السبب في كل حاجه. انا مكرس يعني اغلبيه وقتي كله لهم في التمرين، بخلص شغلي بخرج من شغلي بنيجي احنا اهم حاجه عندنا التمرين يوميا. واتمنى من ربنا ان شاء الله ان انا اشوفها واشوف زمايلها كلهم ابطال دوليين، وزي ما نسى قالت ان هي عايزه تحقق رقم دولي. كل الناس بتقولي لا بلاش رفع الاثقال وكده، لا ده بالعكس، رفع الاثقال لعبه جميله جدا واللعبه كويسه جدا. اكتر ناس بتشجعوني بابا وجده وماما وكل اهلي بيشجعوني، وطبعا وما انساش الكابتن توما طبعا في كل الاحوال دي.